في إطار الجولات التفقدية والميدانية المستمرة لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح لتجسيد التواصل الدائم ومتابعة الأوضاع الأمنية والوقوف على الجاهزية والاستعداد بكافة قطاعات الوزارة، قام معاليه اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة إلى جزيرة أم المرادم ومركز الخيران الساحلي والمركز الحدودي البري، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد عبد الله الكندري ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس وعدد من القيادات الأمنية. ونقل معاليه تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا إلى منتسبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. واستمع معاليه إلى شرح موجز عن آلية عمل المنظومة الرادارية والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل، مشيرا إلى أن أمن وسلامة الحدود لها الأولوية في المنظومة الأمنية الشاملة، لافتا إلى أن جزيرة أم المرادم تعد المنفذ البحري الخاص بختم جوازات المسافرين وتوثيق دخول وخروج القطع البحرية من يخوت ولنجات وسفن إلى المياه الإقليمية، وكذلك تفتيشها عن طريق الإدارة العامة للجمارك. وأكد أن استراتيجية المؤسسة الأمنية تنطلق من التطوير الدائم والتدريب المتواصل واستخدام التكنولوجيا لضبط الحدود ومراقبتها، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على توفير أحدث التقنيات لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة. كما وجه معاليه بسرعة ومضاعفة الجهود لإنجاز وإنهاء صيانة منفذ أم المرادم البحري ليكون نموذجا حضاريا للبلاد. وفي ختام الجولة قام معاليه بزيارة إلى مركز الحدود البري، وكان في استقباله مدير عام أمن الحدود البرية اللواء مجبل بن شوق وعدد من القيادات الأمنية. وأعرب معاليه عن ارتياحه لما شاهده من يقظة وجاهزية بين قيادات وضباط وأفراد قطاع أمن الحدود واستعدادهم لمواجهة أي طارئ وسعيهم الدائم لتطوير أساليب عملهم بما يواكب أحدث التقنيات الأمنية في إطار منظومة أمنية متكاملة اعتمادا على تقنيات بالغة التطور. أول شيء ترى على طاعتك، يسعدني ويشرفني أكون بينكم اليوم. ناس كثير ما تدري إن في منفذ بحري يقوم في نفس ما تقوم فيه المنافذ سواء كانت البرية ولا الجوية. هذا الشيء حرصت أن أجي وأبارك لكم أول شيء وأنقل لكم تحيات القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو قائد العائلة القوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت، كذلك سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح. أقول لكم كثر الله من أمثالكم، والله يحفظكم من كل شر وتعيدون هالأيام الفضيلة أنتم أسركم الكريمة وأنتم بصحة وعافية، عسى الله يحفظكم من كل شر.